أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم تعليم المسيح. بنرحب بكم في البرنامج وبنشكركم على استضافتكم لنا في بيوتكم من خلال شاشة التلفزيون. كمان بنشكركم جدا على تواصلكم معنا والأسئلة اللي بتبعتوها لنا والمكالمات التليفون اللي بتوصلنا منكم. النهاردة هنتكلم مع بعض استكمالا لمعجزات المسيح في معجزة معروفة في الكتاب باسم معجزة إشباع 4000. وعلشان نتكلم عن هذه المعجزة ونتعلم منها مع بعض استضفنا ضيفنا العزيز القسيس بشرى سعد. أهلا وسهلا حضر القسيس. أهلا بيك. احنا سعدا أنك موجود معانا مرة تانية في البرنامج، وزي ما استفدنا منك في حلقات تانية قبل كده إن شاء الله ربنا هيدينا كلام حلو النهاردة مع بعض. شكرا. أمين رب يدينا. حضر القسيس، احنا الكتاب المقدس مليان معجزات. المعجزة بتاعت 4000 اللي هنتكلم عنها النهاردة دي، طبعا كان المسيح ابتدى يتعرف واشتهر في كل اليهودية وفي كل الجليل، وناس ابتدت تجي له من كل المناطق المحيطة، بتجيب له مرضى يشفيهم ويتعلموا منه تعليمه الرائعة اللي سمعوها وأبهرتهم. في المعجزة ديت الكتاب بيقول ان الناس جات له وكانت في برية وكانت منطقة بعيدة. هنقرأ النص من فضلك حسب انجيل مرقس علشان نقدر نتعلم منه حاجات جديدة النهاردة. في إنجيل مرقس بيقول لما الناس اجتمعت، وطبعا كان عدد كبير وكانوا في البرية، بيكمل الكلام والمسيح قال للتلاميذ إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخرون في الطريق، لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ ودي حتة محتاجين نركز فيها شوية. فسألهم كم عندكم من الخبز؟ فقالوا 7. فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا إلى الجمع، وكان معهم قليل من صغار السمك، فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا، فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا فضلات الكسر 7 سلال، وكان الأكلون نحو 4000، ثم صرفهم. حضر القسيس، الجزء اللي احنا قرناه هنا، وطبعا أنا ركزت شوية على الكلام اللي قاله التلاميذ، من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ المنظر اللي احنا شايفينه ناس جايين من أماكن بعيدة، وطبعا وقتها ما كانش في وسائل المواصلات المريحة. هنا ذكر انهم جايين من مناطق بعيدة وما فيش وسائل مواصلات، الناس قاعدين معاه بلهم 3 أيام موجودين في البرية، الجوع شديد. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل القصة دي، في قصة تانية في الكتاب المقدس ان يسوع أشبع 5000 أسرة، 5000 رجل ما عدا الأطفال والنساء، بـ2 سمكة و5 خبزات. ممكن حضرتك تدينا تعريف على القصتين وان كان في بينهم فروقات؟ القصتين ذكروا في البشائر، بس الاختلاف بينهم ان المعجزة 5000، خلينا نقول 5000 والـ4000 اللي هو العدد. اتفضل. فمعجزة 5000 ذكرت في البشائر 4، ودي معجزة من المعجزات اللي ذكرت في 4 بشائر، بينما معجزة 4000 اللي هي موضوع حلقتنا دي ذكرت في انجيل متى وانجيل مرقس. الاختلاف في معجزة 5000 والـ4000 في الاعداد. الأعداد اللي كانت موجودة دول 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، لكن دول بيقول عليهم 4000. الجميع اتفقنا أنهم كلوا وشبعوا، لكن في 5000 بقي 12 قفة، وفي 4000 بقيت 7 سلال اللي تبقى. المعجزة 4000 عملها يسوع زي ما حضرتك قلت في بداية المقدمة بعد فترة من خدمته في الجليل، وكان بيتحرك على خدمة المدن 10 اللي هي الأمم، بينما معجزة 5000 تمت في أثناء خدمته في اليهودية. يقول لنا متى نواحي صور وصيدا، يعني كانت في اتجاه الأمم. فالمعجزتين أعداد مختلفة في مكانين مختلفين. ونلاحظ كمان التعبيرات المستخدمة، الأفة والسلال. يمكن السلة أكبر من الأفة، لكن الأفة معروفة في المجتمع اليهودي، بينما السلال معروف في المجتمع الأممي. الاثنين المعجزتين أظهر الرب تحننه
ولكن التحنن في المعجزة اللي هي بصدد الحلقة بتاعتنا 4000، لأنهم كانوا بقالهم 3 أيام بيسمعوا مشدودين مشغولين بتعليم المسيح، فأشفق عليهم أنهم 3 أيام لم يأكلوا. في معجزة 5000 تحنن وأشفق على تعليم المضلة اللي كانوا مخدوعين فيهم، لكن 5000 تمت في يوم واحد. في يوم واحد تجمعت الناس وتجمهرت وقعدوا اليوم كله. المعجزة 5000 لما المسيح نظمهم وقعدهم 50-50، تذكر البشائر أنه قعدهم على عشب أخضر، وده معناه أنه كان الوقت ربيع، لكن معجزة 4000 جلسوا على الأرض، وده معناه أنه كانت في فترة صيف تقريبا. يعني المعجزة الثانية كانت بعد المعجزة الأولى، أو معجزة 4000 بعد 5000 بحوالي من 4 إلى 6 شهور تقريبا. كل ده يؤكد أنه المسيح صنع معجزتين لإشباع الجموع، مش معجزة واحدة ومقررة، لكنهم معجزتين هو أشار إليهم. يمكن في حديثنا نيجي للإشارة الواضحة في إنجيل مرقس إلى المعجزتين، أشار إلى المعجزتين، كلم عن أنه في معجزتين، مرتين أنا أشبعتكم 5000 وسماها 4000. هو يمكن كمان من الملاحظات اللي أنا خدت بالي منها أن عدد السمك هنا مش مذكور قد إيه في معجزة 5000، قال إن هي سمكتين محددين. في 4000 قال قليل من السمك. إحنا عندنا عدة أسئلة في هذا الموضوع، لكن قبل ما نتبحر في دراسة هذه المعجزة أرجو أنك تسمح لنا ناخد فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث. عزيزي المشاهد، هناخد فاصل سريع، لكن أثناء الفاصل هتظهر أرقام التليفونات وطرق الاتصال بينا. نرجو أنك تسجل ده عندك وتتصل بينا، نعرف طلباتك أسئلتك اللي بيدور في ذهنك، ونقدر نساعدك في الإجابة وفهم الكتاب المقدس. إن كنت مفيش حد عندك يساعدك في الدراسة، إن كنت بتبحث بينك وبين نفسك بدون أن يعلم أحد غيرك عن هذا الأمر، نحب نقف جنبك ونساعدك ونفهمك. يمكن أنت في حتة مفيش حد يقدر يساعدك، احنا موجودين هنا عشان نقدر نقف جنبك ونتناقش مع بعض. ممكن تسأل في موضوع هذه الحلقة او حلقات اخرى او اي موضوع في الكتاب يهمك. نلتقي معا بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين، مرحب بكم مرة اخرى في برنامجكم تعليم المسيح، واستكمالا لدراسة معجزة اشباع 4000 شخص. حضرة القسيس بشرى، أنا بشكرك جدا على المقارنة اللي حضرتك وضحتها لنا في الجزء الأول بين المعجزتين، معجزة إشباع 5000 ومعجزة إشباع 4000. في معجزة 5000 واضحة قوي أن الناس تبعت يسوع بعد تعليم يوم كامل وكلوا، والمسيح أشبعهم وما عندوش مشكلة أنه يشبعهم. اليوم الثاني يقولوا، والمسيح وبخهم لما جم وراء اليوم الثاني وقال لهم انتوا جيتوا علشان امبارح كلتوا وشبعتوا. هل وطبعا هنا في المعجزة المسيح أكل 4000 شخص وأشبعهم، مفيش حد أم جعان. هل في تضارب بين دور تعاليم المسيح في سداد الاحتياجات الروحية وبين إشباع الإنسان كإنسان؟ وهقول انا اقصد ايه بالكلام ده بكل صراحه. يعني احنا طبعا في العصر الحالي في مشكله لاجئين غير عاديه، وبسبب الحروب والاضطرابات اللي في المنطقه اللي حوالينا، حتى الناس الغير لاجئين اصبح في احتياجات ضروريه شديده جدا، احتياجات جسديه، احتياجات ماديه. هل يتحول دور الكنيسه الى اشباع الناس؟ احد الناس قالوا لي، انا يعني ده عباره سمعتها بنفس اللفظ، مفيش حد هيموت من الجوع، لكن اللي هيموت بدون المسيح هيروح جهنم. تقدر تقول لنا ايه في الكلام ده في ضوء المعجزة اللي احنا بنسمعها؟ اظن المسيح عمل التوازن بين تسديد الاحتياج الجسدي اشبعهم جسديا وبين تسديد الاحتياج الروحي للشخص. عشان كده في يوحنا 6 الجزء اللي حضرتك ذكرته، لما قال لهم انتوا بتتبعوني لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. وبعدين وبخهم وقال لهم اعملوا للطعام الباقي لا للطعام البائن. وبعدين اشار الى نفسه ان هو الخبز الحقيقي النازل من السماء، كل من يسمع كلامي يشبع.
وهنا بيقدم إشارة إلى الشبع الروحي به. بالنسبة لشبع الجسد أنا قدمت لكم شبع الجسد، لكن أنا بقول لكم هناك ما هو أفضل. ليه ما هو أفضل؟ المقولة اللي حضرتك ذكرتها دي حقيقة، كل إنسان بدون المسيح سيموت هالكا، لكن لا يوجد من يموت جوعا. حتى الفكرة إحنا في بلادنا عندنا مثل محدش بيموت من الجوع، محدش بيموت من الجوع، محدش بينام من غير عشاء. حتى في وسط الاحتياجات الصعبة الناس بتقول كده. الكنيسة مهم جدا إنها تشبع احتياجات الناس الجسدية، مهم جدا. ليه؟ لأن لو الإنسان عنده احتياج جسدي غير مشبع، لا أذنه ولا قلبه هيتفتحوا على سماع كلمة الله. وده الكلام اللي قاله الرسول يعقوب عن حياة الإيمان العملي. خليني أقرأ لحضرتك رسالة يعقوب 2:15، يقول كده هذه الكلمات في عدد 15-16: إن كان أخا وأختا عريانين ومعتزين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضي بسلام واستدفئ واشبع. مجرد كلام، روح كل، روح الدفة، روح اشبع، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ كلمة اللي بعديها مهمة قوي: هكذا الإيمان أيضا، يعني ملهوش أعمال ميت. فالإيمان الحقيقي يظهر دور الكنيسة في تسديد احتياجات الناس علشان تقدر تكون عندها استعداد لسماع كلمة الله وللتجاوب كمان مع الكلمة اللي بيسمعوها. لكن متى وصلت الكنيسة أن تهتم بالعطية دون تقديم العاطل للناس، يبقى الكنيسة فقدت للتوازن اللي عمله المسيح قديم. وإحنا محتاجين نرجع للي عمله المسيح ونعمله في كنائسنا اليوم، نسدد الاحتياج ونقدم المسيح كالخبز الحي النازل من السماء للناس. فعطائنا للناس هو بدافع الحب وإظهار حب الله للناس. بالضبط. حضرتك ذكرتني بالآية اللي الرسول قالها: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. فإحنا كمؤمنين بالمسيح لينا دور إيجابي في المجتمع، ولازم نشارك المجتمع حتى لو اللي عندنا قليل ومحدود، نشارك باللي معانا عشان نسدد احتياجات اللي حوالينا. في بس حتة برضو صغيرة أضيفها للجزئية دي. اتفضل. إن وقت الاحتياج ده هو الوقت اللي يظهر قدرة الله ومجد الله. يعني مش عايزين نحسس الناس إن الاحتياج ده شيء مؤذي، لا بالعكس. يعني لو دول ما جوعوش في البرية، لو لم يحتاجوا إلى الخبز، كان منين ظهرت القدرة الإلهية في تسديد احتياجهم؟ فلوقت الاحتياج بعلم الناس ان هناك اله قادر ان يسدد الاحتياج. وعلى الكنيسة انها تهتم بالحاجتين الاساسيتين، اللي هي انه تسديد الاحتياج بيخلي الناس تسمع كلمة الله ويجاوب معاها، 2 انه في وقت الاحتياج بيظهر قدرة الله ومجده في تسديد الاحتياج. في متى 9 المسيح اتكلم عن مثل الزارع اللي كلنا عارفينه. في مثل الزارع المسيح قال ان جزء من البذار اللي هي بذار كلمة الله وقعت بين الشوك، فالشوك طلع، الشوك طلع وخنقه، والمسيح شرح ان الشوك ده هو هموم الحياة. ايه علاقة او ايه الربط ما بين هموم الحياة واشباع الناس وهي جعانة؟ كويس. حقيقة التعليم المسيح قال مش هموم الحياة بس، قال هموم الحياة وغرور الغنى. لأن الاحتياج الصعب أو الاحتياج الشديد ده هموم الحياة، خنق الكلمة، الناس وهي محتاجة مش قادرة تطبق وتعيش كلمة الله. والاحتياج لما بيبقى زائد وينشغل به الإنسان اللي بيسميه غرور، وغرور هنا مش كبرياء لكن غرور خداع، غررة دائما غرر، فهنا خداع الغنى، الاتكال الناس على غناهم، ومن يتكل على غناه يسقط. فالحاجتين شافهم الرب يسوع في تعليمه في المثل الزارع، انه الحاجتين بيخنقوا الكلمة. لكن ده برضو بيربط، بيرجعنا للنقطة الاولانية اللي اتكلمنا فيها، سدد احتياج الناس علشان كلمة الله ما تخنقش في حياتهم. ازاي المسيح يقدر يعيش النهاردة بإيمان بالرغم من كل ضغوط الحياة اللي بتحيط بنا من كل جهة؟ تعليم المسيح في الموعظة على الجبل هيفضل هو الخط او المنهاج اللي بنمشي عليه.
سواء في علاقتنا مع الناس أو في علاقتنا الشخصية معه. وفي جزء مهم جدا في متى 6:24-34 ده بيتكلم عن تسديد الاحتياجات، وبيتكلم عن إله اسمه المال وعن الله. فالاحتياج مرات كتيرة بيخلق فينا الحاجة إلى إله آخر غير إله بنعبده. فإحنا مرات كتيرة نبعد عن إلهنا لأن هناك إله آخر إحنا عايزين نعيش ليه. الناس دلوقتي بتشتغل ليل ونهار وورديات وتعب، وعندنا تعبيرات خرجت عن الموعظة على الجبل وعن تعليم المسيح من جد وجد، وعلينا ان احنا ناخد الليل بالنهار بس نشتغل، واللي معاه قرش بيساوي قرش. كل هذه التعبيرات افقدتنا فكرة الايمان بهذا الاله. حاجة التانية اللي علمها لنا في الموعظة على الجبل في الجزء ده انه لا ننشغل بتسديد الاحتياجات ولا متطلباته، والكلمة اللي قالها لا تهتموا لا تقلقوا، وعمل مقارنات انظروا لطيور السماء انظروا لزنابق الحقل، زي الطيور دي لا بتزرع ولا بتحصد الله بيعتني بيها، زي زنابق الحقل دي ألبسها الله ولا ما ألبسه لسليمان في مجده، فلا تهتم. والأمر الثالث اللي ركز عليه الجزئية دي في التعليم هي اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، شغلوا بعمل الله. الحاجات أنا كمسيحي أعيش الإيمان بالطريقة ديت، في إله واحد هحبه، الله ده قادر أن يسدد احتياجي فما بهتمش، الله دعا طالب مني أهتم بعمله وبملكوته وهو هيهتم بي. علمونا الإيمان منذ الصغر، جملة ما بنساهاش، لو كنت بتهتم بعمل الله الله هيهتم بكل أمورك. حد لسيس حضرتك رميت عبارة كده في النص من جد وجد، في الكتاب المقدس تكلم كتير عن الموضوع الكسل سواء في العهد القديم وفي الأمثال أو سواء في تعليم العهد الجديد، وبيعلمنا بصراحة أن اللي ما يجتهدش ما يستحقش يأكل. يعني الكتاب استخدم مثل النملة مثلا اللي بتعد طعامها في الشتاء في الصيف وتجهزه للشتاء، لما يكون ما فيش أكل تجهز تخزن أكل. هل في تضارب بين تعليم المسيح أن الاجتهاد ومن جد وجد اللي احنا شائعين عليها، هل في تضارب بين الفكرتين؟ لا، الاثنين زي كده ايه خطين ماشيين مع بعض. يعني معنى الايمان بالله ليس هو دعوة الى الكسل. يعني في آية في مزمور 127 بتقول على اننا بصحى بدري قوي وبكرين القيام مؤخرين الجلوس اكلين خبز الاتعاب لكنه يعطي حبيبه نوماً. في نومه. الآية دي في مزمور 127 الحقيقة بعض الناس مثلا يجي عند في المؤتمرات بتاعتنا يجي وقت ميعاد النوم الساعة 9 بالليل أو 11 بالليل يعطي حبيبه نوما وكأنها دعوة. طب الآية دي مثلا عايز أشرحها بس عشان مش مفهومة في لغتنا العربية. مبكرين القيام يعني بيصحوا بدري قوي عشان يشتغلوا بيجيبوا لقمة العيش، مؤخرين الجلوس برضو بيتأخروا بالليل جدا في أشغالهم عشان يجيبوا لقمة العيش، عشان ياكلوا خبز سماه كتاب خبز الاتعاب اللي هو بعرق جبينك تاكل خبزك، وبعدين يعطي لكنه يعطي حبيبه نوما. هل ده نوع من الكسل؟ بيعلمنا الكسل انام وبلاش اعمل الجزء الاولاني دوت وهو هيجيب لي يعطي حبيبه نوما. لا، لكن هو بيقول في الجزء ده لكنه يعطي حبيبه في نومه، يعني لو سمح بانه ينام سيسدد الاحتياج. الإيمان عمره ما علمنا الكسل، الإيمان عمره ما علمنا الكسل، لكن الإيمان هو إن أعمل ما علي وعند احتياجي الله يسدد الاحتياج، فيملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. في مجتمعاتنا الشرقية تعلمنا إن احنا نعلم بالاتكال على الله في كل شيء، والكتاب في فيليبي بيعلم لا تهتموا بشيء. هل في فرق بين الاتكال على الله والتواكل، ان انا ما اعملش الدور اللي عليا واقول ربنا يدبرها؟ طبعا هو نفس الكلام اللي كنت بقوله من شويه، يعني لا هو اهمل عملي وانتظر ربنا هو اللي يسد احتياجي، ولا اقول انا متكل على ربنا ويوم الله يعين الله. دي مشكلتنا ان احنا دخلنا بعض الأمثال الحياتية في حياتنا في كلمة الله، لكن الله علمنا
أن نعمل. عشان كده في المعجزة دي ومعجزة 5000 في سؤال مهم سأله الرب يسوع: كم عندكم؟ طب يعني أنا كأنه بيشاركني في المعجزة، كأنه بيشاركني في تسديد الاحتياج، كم عندكم من خبز؟ فأرى يقول له 5000 سوري 5 أرغفة وسمكتين قليل من السمك يعني وخبزات، خلاص هاتوا هاتوا اللي قدامك. معنى كلمة هاتوا يعني أنت عليك أن تعمل وهو يسدد الاحتياج. المعجزة اللي قدامنا اللي المسيح أشبع فيها 4000 رجل وكانوا في البرية ما فيش أكل حواليهم، كانوا جعانين بقالهم 3 أيام في الخارج، إيه اللي نقدر نتعلمه ونستثمره في حياتنا العملية؟ في حياتنا العملية خليني أبدأ من الجزء اللي هو تعليق المسيح على المعجزتين مع بعض اللي هو موجود في متى 16 وفي مرقس 8 من عدد 14، لما سألهم وقال لهم أو حذرهم انظروا واحترزوا من خمير الفريسيين. أول ما الرب جاب سيرة الخمير انظروا واحترزوا من خمير الفريسيين، راح دماغهم جات لجزئية صغيرة قوي، احنا معناش خبز، احنا نسينا نجيب عيش، احنا نسينا نجيب خبز، هنعمل ايه دلوقتي؟ ازاي الاحتياج هيسدد؟ فيكون الرد بتاع الرب عليهم: انتوا نسيتوا؟ الا تفهمون بعد؟ انتوا لسه مش فاهمين، انتوا لسه مش متذكرين لسه عامل معجزة 5000 وكم قفة 12 قفة بقيت، ولسه عامل معجزة 4000 وكم سلال 7 سلال بقيت. والرب وبخهم يا عديمي او يا قليل الايمان. احنا دي مشكلتنا، مشكلتنا مش بس عدم الايمان، لكن ذهننا البشري بطبيعته لا يستعيد بسرعه خبرات معاملات الله معايا. لما ارسلتكم قال كده لتلاميذه: هل اعوزتكم الى شيء؟ انا لما بعتكم في الارساليه تسددتوا احتياجكم؟ نعم. في حد كان عايز حاجة أنا ما عملتهاش؟ دي مشكلتنا، مشكلتنا إن إحنا بننسى. عشان كده الدرس الأولاني اللي مفروض نفكر فيه هو إن الذي اعتنى بي بالأمس هو مستمر في عنايته بي. اللي قدر يسدد احتياج 5000 أو 4000 يقدر يعين. وهنا برضو تظهر لاهوت المسيح وقدرته لما أربطها بإشباع الجموع في البرية، إشباع الجموع في البرية. فلينا عندنا إيمان إنه إلهنا هي القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، يعني هو هيسدد الاحتياج، يوميا سيسدد الاحتياج. بشكرك حضرة القسيس، وده فعلا احتياج إحنا كلنا محتاجين، نتعلم الإيمان والثقة والاتكال على الله دون الكسل والتراخي، نعمل اللي علينا ونثق في الله إنه يسدد كل احتياج. أنا بشكرك جدا وننتظر نتقابل في حلقات تانية إن شاء الله. شكراً. عزيزي المشاهد، أنا عارف أن مرات كتير الاحتياج بيكون أكتر مما نستطيع أن نحتمله، لكن نحن نثق في أن الله يسدد كل احتياج. الكتاب يقول: ليملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. في واحد قال: لست أعلم ماذا يحمل المستقبل، لكن أعلم من بيده المستقبل. مستقبلنا في إيد الله، وده التعليم اللي الكتاب بيقوله بمنتهى الوضوح والصراحة في رسالة فيليبي: لا تهتموا بشيء، ولكن في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ربنا يساعدنا أن احنا لا نتراخى، لكن نثق في إله المعجزات، الله المكتوب عنه: أمس واليوم وإلى الأبد صنع المعجزات وسيستمر يصنع المعجزات في حياتي وفي حياتك. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، نراكم بنعمة الله. آمين.